انا بوتينا من باريس. اهلا، بوتينا صباح الخير. صباح الانوار. اهلا وسهلا، مرحبا بك معنا. الله يطول عمرك اختي. عندي اليوم اقترحتي الكيكه بالليمون بدون جلوتين بالنسبه للناس اللي عندهم الوليدات، اه واللي يعني من الحساس ديال كيقولوا الجلوتين. اه وي فيها جوج او اللي ليمونات عندهم لا مالادي سيليا. برتقالات. وي نعم عيني، من قلنا كيكه بالليمون سون جلوتين، او خاليه من الجلوتين بالنسبه للناس اللي كما قلنا كيعانيو من هذه الحساسيه. جوج برتقالات، جوج برتقالات، ستة البيضات، 6 البيضات، 250 غرام ديال بودرة اللوز، 250 غرام بودرة لوز، 250 غرام ديال سنيدة، 250 غرام سنيدة، معلقة صغيرة ديال الخميرة كيماوية، معلقة صغيرة خميرة كيماوية، هي ما تكونش فيها لأن كيكون فيها جلوتين بعض المرات الخميرة الكيماوية. انتبهي لها بوتينا هنايا راه. انا يحسب لي غير بالنسبه للدقيق لا لا والمنطقه لا ديالي. لا، حتى الخميره الكيماويه تيكون فيها الجلوتين، ومجموعه ديال يعني مجموعه ديال الاشياء اللي ما انتبهنا لهم راه كيكون فيهم الجلوتين. اها ماشي مشكل يعني. غنحتاجو فيها 150 غرام ديال الكريمه تكون عاقده، 150 غرام كريمه عاقده، والزيست ديال لورانج، ولو زيست، والسكريم ديال جوج ليمونات. في الطريقه في لافي يعني اللي قبل غادي نقبطو كاسرونه ونعملو فيها هذاك الليمونات بالقشره ديالهم ونغطيوها بالماء ونخليوها في الغد لي غادي نطيبوها تقريبا جوج سوايع، ومن بعد نصفيوها ونحتفظو بها نحتفظو في البرتقال في الثلاجه. غادي نقبطو البول ديال الروبو ونخلطو فيه البرتقال والبيض ونزيدو له السكر وبودره اللوز والخماله ونطحنو حتى نحصلو على عجينه تكون متجانسه. تنصبوه في مول يكون مدهون ديجا بالزبده، تندخلوه الفرن يكون سخيخن مسبقا على 180 درجه تقريبا 45 دقيقه تتكون واجده. ملي تتبرد تنزينو بكريمه ديال الشونتي وهذوك لي سوبريم ديال لورونج والزيست ديال لورونج. بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه لاله، تبارك الله عليك، الله يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال.